رقم واحد الأحمر اللي في النص ده هو البازلر أرتري، بعد كده عندي رقم اتنين الفيرتبرال أرتري على الناحيتين منه، رقم تلاتة يبقى عندي البوستيريور انفيريور سيريبولار أرتري، رقم أربعة يبقى الانتيريور، رقم أربعة يبقى الانتيريور انفيريور سيريبولار أرتري. هي عندي بعد كده رقم خمسة على الشمال هتبقى فوليكولاس السيريبيلم، وفي ستة طبعا هي أقصى حاجة تحت اللي هي السيريبيلر تونسل، رقم ستة. بعد كده عندي رقم سبعة مشاور على البونز موجودة شمال البازلر أرتري. في بعد كده رقم تمانية هيبقى الأوليف في المدلة الأولنجية كده تحت ما بين رقم اتنين وما بين رقم تلاتة. في بعد كده رقم تسعة تروجيمينال، تروجيمينال نيرف اللي طالع من البونز. في بعد كده رقم عشرة هيبقى الأوبتيك كازما اللي هي الحتة الصفرا اللي تحت دي، رقم عشرة. بعد كده عندي رقم حداشر للفاكتوري بالب، ورقم اتناشر اللي هي الحتة الصفرا اللي هي الاتنين اللي على جانبين الأوبتيك كازما، 12 هتبقى الأولفاكتوري تراكت بس الرقم مش باين في التصوير. بعد كده في عندي رقم 13 فوق بقى، 13 فوق فرونتال بول مش مستاهلة يعني، و14 اللي هي تحت دي تمبرال بول. في رقم 15 فوق رقم 7 اللي هي فوق البونز تحت الأوبتيك كازما على طول دي الأنكس بس. رقم 16 دي طبعا هتبقى الاوربيتال سلكاي الجراري اللي هي الاتش شيب دي اريا دي اللي هي لاترال للاولفاكتوري بول. ده جار 20 ماشي. في عندي 17 هيبقى الجينيوف كيربس كالوزا، 18 تحت هيبقى الفورنكس، 19 هيبقى الهيد اوف كوديت، 20 هيبقى السبلينيوم اوف كيربس كالوزا، 21 اللي طالع منها هيبقى الفورسس ميجور، و22 هيبقى الثالاموس والدبوس اللي بينهم وكده باين عليه في الجار اللي هو الثيرد فنتركل.